بالنسبة تطرقنا في موضوع هاد الندوة إلى موضوع الرقمنة وما يمكن القول عن هاد الرقمنة أن عندها شروط. فمؤخرا صدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي واحد مجموعة بمسمتها مجموعة من التعليمات حول رقمنة قطاع الوساطة في التأمين أو قنوات التوزيع في التأمين. لكن عند الرجوع إلى القانون فما كاينش فيه التعليمات، النصوص القانونية فهي بينا، كاين نصوص قانونية ونصوص تنظيمية. فهذا اجتهاد باطل اللي غادي يضر بالمصالح ديال المؤمنين، لأن حتى عند مثلا الناس اللي غادي يبرموا يعني عقود تأمين رقمية ما فيهاش الشروط ديال العقود ديال التأمين، فربما بلي غادي يمشيو للقضاء ستضيع حقوق ديالهم، لأن العقود كنظمها قانون التزامات العقود، وعقود التأمين كنظمها مدونة التأمينات وما غير ذلك، فهو لا يعتمد على أي أساس قانوني، وهذه هي اللي غادي يخسروا عليهم في المذكرات، لا تعتمد على أي أساس قانوني. هذا من جهة. من جهة ثانية عندما نتكلم عن الرقمنة، فالرقمنة عندها شروط، فخصها ما تضرب أي حتى طرف من الأطراف، وخصها أنها يعني من الأهداف ديالها أن جميع الناس يكونوا سواسية ويستفيدوا. حتى تنفيذ الرقمنة، احنا لسنا ضد الرقمنة، احنا مع الرقمنة، لكن أنها تكون في صالح الجميع، تكون في أنك تضمن واحد التنمية مستدامة، بحيث أنها تضمن يعني حقوق الأجيال الحالية والأجيال القادمة. فبلي كنهضروا على الرقمنة مثلا في قطاع التأمينات أو غيرها بعض القطاعات، فقطاع التأمينات ليس هو واحد ليس السوق مثلا ديال التجارة الرقمية، ولكن هو سوق لتغطية المخاطر. ماشي احنا ما كنهضروش على الايكوميرس، كنهضروا على تغطية المخاطر، وهاد تغطية المخاطر عندها شروط ديالها، يعني خص يكون هاد الزبون، ماشي زبون كنهضروا، ولكن هاد المؤمن له يكون على علم بشروط، يعني بلي كونديسيون جينيرال لي كونديسيون بارتيكولي. هذا من جهه. من جهه ثانيه حتى الولوج لهذ الرقمنه ففيه علامه استفهام وفيه مشكل. فاخر تقرير اللي قام به المجلس الاجتماعي والاقتصادي اللي كيتكلم على الرقمنه في المغرب، فهو كيقول لك ان 9 المليون من المغاربه ما عندهمش ولوج للرقمنه، وهذا الرقم ديال 9 المليون ديال المغاربه فغادي تقصيهم انت الا درتي لهم طبقت عليهم الرقمنه. وحتى الشروط ديال مثلا بلي كنهضروا في هذا التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فتكلمت على الشروط ديال شروط الرقمنه التقنيه، يعني كنهضروا على الشروط التقنيه اللي منها الصبيب منها. فالان كتمشي للبنكه ولا كتمشي لحد الان كيقول لك طيح الريزو. شنو طيح الريزو؟ هو ان الصبيب ديال مثلا ديال الانترنت اللي كاين في المغرب، فهو راه ناقص بواحد 35% على الصبيب العالمي. مثلا كان المتوسط هو 90 ميجا مثلا نقولوا في اوروبا ولا في الدول الاخرى، فاحنا عندنا هو 38، وهذا تم الاشاره اليه في التقرير ديال سميتو ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فالرقمنه عندها شروط ديالها، خاص اول حاجه هو الانفراستركتور، ثاني حاجه ان الناس يكونوا سواسيه امام هذا الرقمنه. فكنهضروا بلي كنهضروا على قطاع التامين او غيره من القطاعات، كنهضروا على واحد ليكو سيستيم اللي كنهضروا على ايكو سيستيم، هو انك الا حيدتي منه واحد الحلقه من هاد المحيط هذا، فانك غادي تدمر هاد ليكو سيستيم، غادي تدمر يعني واحد هاد السلسله ديال اللي كتربط. يعني مثلا حيدتي الوسيط غادي تدمر ليكو سيستيم ديال التامين، حيدتي شركه التامين راه ما كاين والو، حيدتي الزبون راه ما كاين والو.